مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. ملخص الأوضاع الجوية: أن استمرار الأمطار الرعدية على مناطق واسعة من المملكة بقية أو ما تبقى من أيام رمضان الكريم. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. في البداية نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا معتدلة وغائمة جزئيا، وأيضا غائمة في المناطق الغربية والوسطى وبعض الأجزاء الشرقية، وهناك زخات رعدية من الأمطار في المناطق الغربية والجنوبية الغربية وبعض المناطق الوسطى والشرقية أيضا. أما الحرارات المتوقعة: المناطق الشمالية الغربية 31-20 معتدلة نهارا لطيفة ليلا، والمناطق الشمالية الشرقية 26-16 لطيفة بشكل عام. أما المناطق الغربية والوسطى والشرقية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه. المنطقة الغربية 33-17، الجنوبية الغربية 23-17، والمنطقة الوسطى 27-21، والمنطقة الشرقية 28-21 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين استمرار الأجواء معتدلة إلى حارة نسبيا من حيث درجات الحرارة، لكن تستمر الأجواء غائمة جزئيا في المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض وأيضا المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، ويستمر سقوط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. المنطقة الشمالية الغربية 33-20، والمنطقة الشمالية الشرقية 29-18. المنطقة الشمالية الغربية حارة نسبيا بشكل عام لكنها معتدلة ليلا. المنطقة الغربية 34-27، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-17، والمنطقة الوسطى 29-22، والمنطقة الشرقية 31-22 درجة مئوية. أما الثلاثاء بتنتشر الأمطار، قد تصل إلى المناطق الشمالية الغربية وبتكون أمطار رعدية، وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية الغربية تكون الأمطار رعدية بشكل عام وغزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. المنطقة الشمالية الغربية 34-21، الشمالية الشرقية 31-18، الغربية 36-29، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-17، والمنطقة الوسطى 27-21، والمنطقة الشرقية 32-21 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء يقتصر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي والأجواء الماطرة على المناطق الوسطى والمنطقة الجنوبية الغربية وبعض أجزاء من المنطقة الغربية، تكون الأمطار رعدية وأيضا تشمل منطقة الرياض ومحيطها. أما درجات الحرارة المتوقعة: المناطق الشمالية الغربية 33-22 حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا، وأيضا الشمالية الشرقية 33-19. أما المناطق الغربية حارة بشكل عام 38-30، والمنطقة الوسطى 27-20 أجواء غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، والجنوبية الغربية زخات رعدية من المطر 23-14، والمنطقة الشرقية 32-21 درجة مئوية. يوم الخميس ينحسر سقوط الأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض، الأمطار بتكون رعدية أحيانا. أما درجات الحرارة المتوقعة: المناطق الشمالية الغربية 33-18، المناطق الغربية 37-30، المناطق الجنوبية الغربية زخات رعدية 22-15، المنطقة الوسطى 30-21،
والمنطقة الشمالية الشرقية زخات رعدية 32-18 والمنطقة الشرقية 32-23 درجة مئوية. أما يوم الجمعة المناطق الشمالية أجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة ليلا، المناطق الشمالية الغربية 31-19، المناطق الشمالية الشرقية 28-18 والمنطقة الشرقية معتدلة بالنهار لطيفة بالليل 33-25، المنطقة الغربية حارة نسبيا 36-28 والمنطقة الجنوبية الغربية 21-14 مع سقوط زخات رعدية من المطر. أما المنطقة الوسطى زخات رعدية من المطر، العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نتمنى للجميع السلامة ونترككم في أمان الله.